بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الخامس بعد المئة، وفيه تفسير سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه السورة أيضا من السور التي بدأها الله بالأقسام المكررة تأكيدا لما جاء فيها من البيان. فقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى. هذا قسم من الله جل وعلا بالليل وقت غشيانه على الكون بظلامه، ومعنى يغشى يعني يغطي على ضوء النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا غربت الشمس على النصف الثاني، غربت الشمس عن النصف الأول من الأرض، ظهرت على النصف الثاني، وهكذا تتعاقب إلى أن تبلغ الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى عند قيام الساعة. فهي تغشى هذا الكون بجوه وأرضه وجباله وجميع مكوناته حتى تغطيه ولا يرى شيء مما كان في النهار. هذا من آياته سبحانه وتعالى. الليل إذا يغشى، ثم أقسم بالنهار والنهار إذا تجلى. تجلى أي ظهر وأشرق وأدبر الليل، تعاقبان. إذا ذهب هذا جاء هذا بانتظام، لا يتأخر شيء منهما، بانتظام دقيق لا يتأخر شيء من ذلك. هذا من آياته سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على قدرته ورحمته بعباده. فهو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئا. لرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
آيات عظيمة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آياته يعني العلامات الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه ممن لا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه. والنهار إذا تجلى، متضادان ليل ونهار يتعاقبان بقدرته سبحانه وتعالى. وما خلق الذكر والأنثى، ما بمعنى الذي، أي والذي خلق الذكر والأنثى، وهو الله سبحانه وتعالى. والظاهر أن الذكر والأنثى عامان لكل مخلوقات، ذكر يعني جنس الذكر وجنس الأنثى. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ذكر وأنثى، من الآدميين ومن البهائم ومن كل شيء، ومن النباتات والأشجار، كلها تتكون من ذكر وأنثى لأجل بقاء النوع والنسل. هذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وأيضا هما متضادان، الذكر والأنثى. وقيل المراد وما خلق الذكر والأنثى أي آدم وحواء، ولكن الظاهر والله أعلم العموم، ويدخل فيه آدم وحواء من باب أولى. هو ماء واحد، ويكون الله منه الذكر والأنثى، ماء واحد أو مادة واحدة يكون الله منه شيئين مختلفين. هذا من آياته سبحانه وتعالى، وما خلق الذكر والأنثى. المقسم عليه وجواب القسم هو قوله إن سعيكم لشتى، إن سعيكم أيها الناس وعملكم في هذه الحياة لمختلف، منكم المؤمن ومنكم الكافر، منكم المطيع ومنكم العاصي، ومنكم من يعمل عملا مثمرا، ومنكم من يعمل عملا فاسدا مدمرا. اختلاف الأعمال هذا أيضا متضاد، اختلاف أعمال الناس تضاد، الخير والشر. إن سعيكم في هذه الحياة لشتى أي مختلف ومتضاد، مثل تضاد الليل والنهار والذكر والأنثى. ثم قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسر. من الناس من سعيه كذلك في الخير، أعطى المال في وجوه الخير، واتقى الله سبحانه وتعالى، وصدق بالحسنى أي بالجزاء من عند الله، والخلف من عند الله، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا يبخل بالمال ويظن أن ما هنا غير هالمال اللي في يده، المال بيد الله جل وعلا، فإذا أنفقت أنفق عليك، وإذا بخلت فإنه يمسك رزقه سبحانه وتعالى عنك. فأما من أعطى، أعطى المال في وجوه الخير ولم يبخل به، موقنا بأن الخلف من الله عز وجل، واتقى الله سبحانه وتعالى فلم يعصه، فهو مطيع بالمال ومطيع بالعمل أيضا، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قيل الحسنى هي الخلف من الله عز وجل، وقيل الحسنى الجنة، وقيل الحسنى لا إله إلا الله، وكلها تدخل، كل هذه التفاسير تدخل في معنى الآية صدق بالحسنى. هناك من يعطي المال ويجزل العطاء لكنه رياء وسمعة، ما هو لأجل وجه الله، ولا صدق بالحسنى ولا اتقى ربه، وإنما يبذل المال في البذخ والسرف رياء وسمعة، أو ينفق المال فيما حرم الله، الشهوات المحرمة والمعاصي، وهو ينفق لكنه في غير وجهه. إنما الذي اتقى الله وصدق بالحسنى هذا هو الذي ينفعه إنفاقه، وينفع الناس أيضا، وأيضا ينمي
ينمي المصالح للناس، عطاؤه ينمي المجتمع. أما من بذل المال في الرياء والسمعة ولم يصدق بما عند الله ولم ينفق طلبا لثواب الله أو ينفقه في معصية الله وهذا أشد، فهذا مخالف للأول. أو بخل ولم ينفق شيئا فسنيسره لليسر، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره، يسره الله سبحانه للحسنى ويهديه الطريق الصحيح وموافقة الحق والصواب، لأنه بذل السبب للهداية والتيسير للحسنى، بذل السبب. فالعبد منه بذل السبب والله منه التوفيق والهداية التيسير، فلا بد من الأمرين، من الله ومن العبد. العبد منه السبب والإنفاق والسعي في الخير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يضيع عمل العامل، هذا وعد من الله أنه سيسره لليسرى، طريقة السمحة السهلة، كما يسر على الناس إن الله ييسر له الخير، والجزاء من جنس العمل على النقيض من ذلك. وأما من بخل، بخل بالمال الذي أعطاه الله، حبس الزكاة، حبس الحقوق الواجبة عليه، بخل بذلك واستغنى عن الله عز وجل، استغنى عن الأجر والثواب بزعمه أن هذا المال يكفيه عن الله، واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بوعد الله، كذب بالجنة، كذب بلا إله إلا الله، كذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له، وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه أن الإنسان لا يكتفي بالقضاء والقدر وإنما يعمل، ولا يقول أنا أتبع القضاء والقدر. هذا الجبرية، هذا مذهب الجبرية الذين يعتمدون على القضاء والقدر ولا يعملون، هذا مذهب الجبرية الضلال من الجهمية وغيرهم. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأسباب التي يقدرون عليها ولا يتكلون على القضاء والقدر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن كل واحد منهم مكتوب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله هذه الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالآية فيها رد على الجبرية الذين يعتمدون على القضاء والقدر، وفيها رد على المرجئة الذين يعطلون العمل ويقولون يكفي الإيمان بالقلب ولا ضرورة للعمل، هذه طريقة المرجئة. فالذي يترك العمل إما أنه جبري وإما أنه مرجئ. أما الذي يجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل فيما ينفع تجنب ما يضر فهذا هو المؤمن، وهذا هو الطريق الصحيح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله. ثم قال جل وعلا لهذا الذي بخل واستغنى كذب بالحسنى، قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات ما يغني عنه ماله ولم يقدم لنفسه شيئا ولم يؤمن بما وعد الله سبحانه وتعالى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا لا بد يأتيه الموت ولو كان عنده مليارات أو كما يقولون مليونير أو ما أدري شلون عنده أموال الدنيا. إذا جاء الموت، إذا كان ما قدم لنفسه شيئا من هذا المال إنه يخرج منه ليس معه شيء، ويأخذه
غيره ممن قد يكون عدوا له من ورثته، ما يغني عنه ماله إذا ترد إذا هلك ولم يقدم لنفسه شيئا، ولو كان عنده مال كثير ما يستفيد شيء والعياذ بالله، يبقى عليه حسابه وثمرته تكون لغيره. ما يغني عنه، ما يغني، استفهام إنكار، ماذا يفيده هذا المال الذي تعب فيه وأفنى حياته وحبسه ولم ينتفع به ولم ينفع به؟ هذا لا يغنيه شيئا عند الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق على من يشاء ويبسط على من يشاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. ما يغني عنه ماله إذا تردى إذا هلك ولم يقدم لنفسه شيئا من هذا المال، يجده عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بدأ بالصدقة الجارية التي يخرجها من ماله وعلى قيد الحياة، تستمر بعد موته، يجري ثوابها له بعد موته، بأن وقف أوقافا أو أقام مشاريع خيرية تنفع المحتاجين، أو بنى مساجد أو مدارس، فهذا يجري عليه أجره بعد موته ولا ينقطع. ما دام هذه الصدقة مستمرة فالأجر مستمر. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم بين سبحانه أن الإنسان ليس بيده شيء، ما هو اللي يهدي نفسه، أو إنما هذا بيد الله. إن علينا للهدى، الهدى بيد الله، لكن الهدى له سبب من العبد، الهدى له سبب من العبد بالعمل الصالح، حركة في الخير. كل الناس يعملون، لما أحد يبقى مجمدا، فالإنسان يعمل إما في الخير وإما في الشر، ما تجدون أحد إلا الإنسان المعطل الذي لا يتحرك للمرض وإلا معاق ما يقدر، أما الإنسان المعافى فهو سيتحرك وسيكد ويكدح إما في الخير وإما في الشر. إن علينا للهدى، الهداية على الله جل وعلا، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد كلها من الله عز وجل. فالله هدى الخلق وأرشدهم ودلهم، والله وفقهم، فالدلالتان كلاهما بيد الله سبحانه وتعالى، لكن دلالة الإرشاد يملكها العباد، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعلمون الناس الخير، هذه هداية دلالة وإرشاد يقدر عليها الإنسان، وهي عمل صالح. أو العكس، يدعو إلى الشر، يدعو إلى النار، يدعو إلى الشهوات، يدعو إلى المعاصي، يدعو إلى الضلال والانحراف، كذلك الإنسان يدعو إما إلى الخير وإما إلى الشر. إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، ملك لله، الدنيا والآخرة ملك لله بما فيهما، هو المالك سبحانه، المالك المطلق الذي يملك الدنيا والآخرة، فكما أنه يملك الهداية هو يملك الآخرة والأولى، يملك الحياة الآخرة ويملك حياة الدنيا، الملك له سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى، والأملاك اللي بأيدي الناس تؤول إلى الله جل وعلا، تؤول إلى الله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنما هذا المال عارية عند الإنسان، وابتلاء وامتحان لهذا الإنسان كيف يتصرف فيه، وإلا هو
عارية عنده، والملك كله لله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال جل وعلا: فأنذرتكم، خوفتكم، حذرتكم نارا، نارا منكرة للتعظيم والتهويل، نارا تلظى تشتعل ما تطفى، دائما تتوقد، نار الله الموقدة دائما تتوقد وتستعد، مثل نار الدنيا تطفى وتذهب، لا، نار عامرة دائما وأبدا، تتلظى، نارا تتلظى. هذه النار من الذي يصلاها؟ من الذي يدخلها؟ لا يصلاها إلا الأشقى، الأشقى من العباد هو الذي يصلى النار، أي يقاسي حرها وصليها، يدخلها الكافر والمشرك، يخلد فيها، يدخلها العاصي من الموحدين بمعصيته ويذوق عذابها ويبقى فيها ما شاء الله، ثم يخرج منها إلى الجنة بعد التمحيص والتطهير كما صحت بذلك الأحاديث. لا يصلها إلا الأشقى، إما شقاوة مطلقة أو شقاوة محددة ومؤقتة بالنسبة لعصاة الموحدين كما دلت على ذلك الأحاديث. لا يصلها إلا الأشقى. كيف صار أشقى؟ كذب وتولد. من هو الأشقى الذي يصل هذه النار؟ الذي كذب، كذب بوعد الله، كذب بقلبه، يقول ما في جنة ولا فيه نار، هذه خرافات، ولا في بعث ولا نشور، هذه خرافات وأساطير يقولونها، وربما تقرؤون وتسمعون شيئا منها. كذب بقلبه وتولى بفعله، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يحج، ولا يعتمر، ولا يعمل شيء، تولى عن الخير، انصرف عن الخير، كذب وتولى. هو تولى مسبب عن تكذيبه، لما كذب تولى، لما كذب بقلبه تولى بأفعاله، والعياذ بالله. الذي كذب وتولى، من الذي يقيه الله من هذه النار التي تتلظى؟ وسيجنبها الأتقى، جنبها فلا يدخلها ولا يجد حرها، لا يسمعون حسيسها، عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا الذي يجنب النار، يجنب هذه النار إلى الجنة، وسيجنبها الأتقى. شوف، الأتقى دل على أن السبب من قبل العبد، من اتقى الله وعمل بطاعته جنبه الله هذه النار، أما من كذب وتولى أصلاه الله بهذه النار. فالعباد يجزون بأعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. وسيجنبها الأتقى، الأتقى النار يصلاها الأتقى، والجنة ويجنبها الأشقى، يجنبها الأتقى. فعمل العبد هو الذي يدخله النار أو ينجيه منها، عمل العبد، ما هو بالقضاء والقدر فقط، بل عمل العبد، والله يقدر على كل بحسب عمله، الله يقدر على كل إنسان بحسب عمله وتوجهه. شوف، قال الأشقى والأتقى، هذا من قبل العبد، أعمال من قبل العباد، توردهم النار أو تجنبهم النار. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، ماله حر، ماله يملكه، أغلى شيء عنده يؤتيه، يعني ينفقه في طاعة الله عز وجل، لنفسه، يبذله لنفسه، ما هو لغيره، لنفسه. الذي يؤتي ماله، بخلاف الذي كذب وتولى واستغنى عن الله عز وجل، بل هو مفتقر إلى الله، يرى أنه فقير إلى الله، مهما كان ماله ومهما كانت صحته،
يرى أنه فقير إلى الله لا يستغني عن الله طرفة عين. هذا المؤمن هذا الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، يؤتي ماله لأي شيء، الرياء والسمعة، للإسراف والبذخ، للشهوات المحرمة، لا، يؤتي ماله يتزكى، تطهر به، يتطهر به من الذنوب والمعاصي، تطهر به من الشح والبخل، يؤتي ماله يتزكى، هذا قصده التزكي بماله، إخلاص النية لله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما هو بينفق المال على من لهم معروف عليه من باب المكافأة لهم، بل ينفق المال لوجه الله عز وجل. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، يجزيهم ويعطيهم ويكافيهم بهذه النعمة، بل ربما أنه ما يعرفهم ولا، لكن يعطيهم وهو لا يعرف حالهم ولا يعرف إلا أنهم محتاجون فيحسن إليهم، وليسوا من أقاربه، بل ربما لا يكونون من بلده ولا من جنسه، وإنما هو من بني آدم المحتاجين. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما يقتصر على من يحسنون إليه فيكافيهم بهذا المال، بل يبذله طاعة لله عز وجل على كل من هو مستحق وأهل للصدقة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا بمعنى لكن، أي يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى لا غير ذلك، لا إرضاء الناس ولا تملق الناس، وإنما يبتغي به وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى طمعا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة والسعادة بلقاء الله عز وجل، هذا قصده. قالوا نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أعظم المحسنين في هذه الأمة، أعظم المحسنين في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الغزوات، وعلى المحتاجين، وعتق الرقاب، أمر معروف لا يسبقه أحد في الخير رضي الله عنه، ولذلك حاز على لقب الصديق، صديق هذه الأمة. وهذا وإن كان حقا ويدخل فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من باب أولى، إلا أنه ليس خاصا به، بل هو عام لكل من اتصف بهذه الصفة العظيمة، تغلب على نفسه، تغلب على حب المال، أنفقه في طاعة الله وفي مرضاة الله وابتغاء وجه الله، هذا الذي حاز على هذه الكرامة، وأنه يجنب النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، ما يجد غيرها يتصدق بها، يقيه الله بها من النار وهي نصف تمرة، فكيف بالذي يعطي مالا جزلا في طاعة الله عز وجل وفي سبيل الله، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، عندهم أموال طائلة وأنفقوها في سبيل الله، أعطوا العطاء الجزل، لا سيما في أيام العسرة والشدة، هؤلاء هم الذين يجنبهم الله النار يوم القيامة، وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا قصده التزكي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى يقابلها لهم كافيهم عليها، يقول أنا ما أعطي إلا اللي يعطيني، أما اللي ماله فضل علي أنا ما أعطي، لا، ما هو كذا، هذا صار مكافأة، ما هو لله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، لا ينفق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، صفة لوجه الله عز وجل، وهي صفة لله، العلو صفة من صفات الله الذاتية، فهو الأعلى على خلقه سبحانه وتعالى، فوق مخلوقاته
وهذا من أدلة علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولسوف يرضى. لسوف هذا الذي اتصف بهذه الصفات سوف يرضى، واللام لام القسم تقدير، والله لسوف يرضى، قسم من الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق القائلين. سوف يرضى هذا الإنسان عن الله جل وعلا إذا لقي الله عز وجل، فسوف يرضي بالجزاء العظيم الذي لا تدركه العقول. ولسوف يرضى في الدار الآخرة إذا لقي عمله وسر به في جنات النعيم. فالإنسان لا ينسى الآخرة، دائما تكون الآخرة بين عينه، يعمل لها ببدنه بماله بجاهه، يعمل للآخرة، لأنه ما وجد في هذه الدنيا إلا لأجل أن يعمل للآخرة، يعمل للآخرة، يقدم لنفسه من هذه الدنيا ما يجده عند الله عز وجل، كل بحسبه، ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. الله جل وعلا ما يكلف الناس شيئا لا يستطيعونه، ولا يرد عملهم الصالح ولو كان قليلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، الذرة إن كانت حسنة يضاعفها، الذرة من الخير يضاعفها الله عز وجل ضعافا كثيرا. يتقبل الله صدقاتكم وينميها لكم كما ينمي الرجل خلوه، كما في الحديث. هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، أنه يعطي الجزاء العظيم على العمل القليل إذا كان خالصا لله عز وجل. كيف إذا كان العمل جزلا ومفيدا ونافعا؟ فالمسلم يتقي ربه في حياته، يتقي ربه في نفسه، يتقي ربه في إخوانه، يتقي ربه دائما وأبدا، ولا يعيش عيشة سلبية في هذه الحياة، إنما يكون عاملا في الخير في جميع أنواع العمل، مالي أو غير مالي، عمل الصالح. وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة سورة عظيمة، توجه العباد إلى العمل، وألا يتكلوا على القضاء والقدر كما تقوله الجبرية، ألا يتركوا العمل ويقولون يكفي الإيمان بالقلب كما تقوله المرجئة، فعل عليهم أنهم يعملون العمل الصالح بأنواعه على حسب استطاعتهم ونياتهم ومقدراتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يضيع الله شيئا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لا يضيع الله شيئا، حتى القليل ينميه ويكون كثيرا عظيما من فضله وإحسانه. هذا آخر ما تيسر من تفسير هذه السورة العظيمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل الإنفاق على النفس أم الإنفاق على الفقراء إذا كان الدخل محدودا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا، قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فتبدأ بنفسك أول شيء، ثم بمن تعول من أولادك ووالديك وأقاربك، ثم إخوانك المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل البخل، لكن إذا وصل الإنسان إلى درجة من الإيمان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، مثل ما كان من الأنصار رضي الله عنهم، فهذه درجة عليا، الإيثار على النفس. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل البخل يعد من الذنوب؟ نعم، يعد من الذنوب إذا منع الخير ومنع الزكاة ومنع الحقوق الواجبة، هذا من الذنوب الكبيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قوله سبحانه إذا تردى، قيل معنى تردى أي مات، وقيل تردى في النار، فما الراجح في ذلك؟ كلاهما يحصل، تردي في الموت والتردي في النار، كلاهما يحصل. والتفسير قد يكون
اختلاف العلماء فيه من باب تفسير التنوع لا تفسير التضاد، يكون الآية تحتمل عدة معاني كل واحد يأخذ بمعنى منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى وفي قوله وسيجنبها الأتقى، هل أفعل التفضيل هنا على بابها أم المراد؟ أي نعم على بابها، ما في شك أن كل ما زادت التقوى زاد الخير والجزاء، وكل ما زادت الشقاء وزاد العقوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز القسم بقولنا ورب المصحف؟ المصحف يا أخي يشتمل على مخلوق مثل الورق مثل الجلد مثل، فتقسم بالآيات أو بالقرآن، بالآيات أو بالقرآن تقسم به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القسم بغير الله له كفارة؟ اختلف العلماء في ذلك هل ينعقد أو لا ينعقد، وكونه يكفر أحوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من خلط عملا صالحا وآخر سيئا كيف ينطبق عليه الحديث كل ميسر لما خلق؟ من خلط عملا صالحا وآخر سيئا كيف ينطبق عليه الحديث كل ميسر لما خلق له؟ إيه نعم، هذا ميسر للأمرين، ميسر للعمل الصالح والعمل السيء فيخلط بينهما. نعم. وهنا أحد ييسر للعمل الصالح الخالص، وهنا أحد ييسر للعمل السيء الخالص، الناس درجات في أعمالهم. نعم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن يوصف الطفل الكثير الحركة واللعب بأنه طفل شقي؟ عند الناس، هذا عند الناس ما يقال أنه شقي، لا يقال حركي، يقال أنه حركي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر فضيلتكم أنه ممن يدخل النار عصاة الموحدين، فهل المقصود بهم أصحاب الكبائر أم أصحاب الصغائر أم الذين لم تكفر سيئاتهم في الدنيا؟ المنصوص عليه أصحاب الكبائر دون الشرك، أصحاب الكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هؤلاء معرضون لدخول النار إن لم يعفو الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التجاوب مع القرآن مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية فأقول أنا بلى وهكذا مع باقي الآيات؟ ما في معنى تصديق، هذا تصديق للقرآن، هذا تصديق للقرآن، لكن المداومة على هذا تحتاج إلى دليل، أما إذا قال بعض الأحيان ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر فضيلتكم في درس سابق اختلاف الأقوال في بداية الحزب المفصل من القرآن، فما القول الراجح في بدايته حفظك الله؟ لا أعرف قول الراجح في هذا، والأمر سهل في هذا، الأمر سهل في هذا ما يحتاج ترجيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن هذه السورة ترد على الجبرية الجهمية وعلى المرجئة، فهل في السورة رد على القدرية أيضا؟ هم الجهمية هم القدرية، الجبرية هم القدرية، غلوا في الجبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما أنفع الكتب أحسنها في مسائل القضاء والقدر؟ كتب العقائد مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الطحاوية، كتب العقائد المبسطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة فيبحث في كتب العقائد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد من صفات الاستعاذة عند قراءة القرآن أن يقول القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ أي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، كله جائز الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت هذا الحديث وما المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث ما زاد الله
ما زاد الله إنسانا بعفو إلا عزة، نعم. وما نقص مال من صدقة، نعم. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، نعم. هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرفع من تواضع له ويخذل من تكبر، وأن المال وأن الصدقة ما تنقص المال من حيث بركته ونمائه، وإن نقصته من حيث كميته، لكنها لا تنقصه من حيث النمى والبركة فيه، نعم. وما عفى رجل عن مظلمة، نعم، إن عفى وأصلح فأجره على الله، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز تعلم كيفية تغسيل الميت، وذلك بالتدرب على تغسيل رجل حي لكي ينظر الحاضرون كيفية الغسل؟ يا أخي، ما تجيب واحد حي وتغسله؟ احضر عند اللي يغسلون الجنائز، تعرف إن شاء الله، وادرس ادرس الفقه، أن الفقه فيه كيفية تغسيل الميت، وإذا بغيت العمل احضر عند اللي يغسلون الجنائز، تعلم إن شاء الله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته مبتلاة بالوسوسة عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن، يقول: ما العمل من أجل التخلص من هذا الداء حفظك الله؟ استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الورد، قراءة السور الثلاث، إخلاص، يقول: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، فيها الاستعاذة من الوسواس والخناس، استعاذة بالله، ما ينفع إلا الاستعاذة بالله، ثم ترك الوسواس وعدم الالتفات إليه والاهتمام به، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حين استعمال الرقية للقرآن، استعمال الأدعية النبوية كذلك الزيت وماء زمزم، قل: هل نعتقد أن الشفاء هو بذات كلام الله سبحانه، أم أنه سبب والشفاء من الله؟ بلا شك الرقية سبب والشفاء من الله عز وجل، لا يجوز الاعتماد على الرقية بل يعتمد على الله، نعم. وهذا في جميع الأسباب لا يجوز الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استأجر أبي شقة في أثناء سفرنا، ولم يكن في مطبخ الشقة موقد فرن، فطلب والدي من العامل في هذا الفندق أن يعمل لنا قهوة، فعمل لنا ب20 ريالا، ورأينا أن المبلغ كثير، فطلبنا أخرى، يقول فطلبنا مرة أخرى قهوة، فعملها لنا العامل، لكن لم نعطه 20 مرة أخرى مع أنه قد طلبها، وذلك لأنه لم يوفر لنا موقدا في هذه الغرفة. يقول: هل يجوز لنا أن لا نعطيه لأنه قد غرنا وأسكننا في غرفة ليس فيها فرن؟ الموقد ليس على العامل يا أخي، الموقد على المالك، على مالك العمارة ومالك الشقة، هو الذي عليه هذا المؤجر، أما العامل مسكين، ما فراش ومنظف ويفتح ويغلق، هذه مهمته، فالعامل ما له دخل في هذا، حاسب المالك المؤجر، والعامل أعطه حقه الذي طلب منك في مقابل العمل الذي عمله لك وهو ليس من عمله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا دخل شخص المسجد وقت النهي، فهل يصلي ركعتي التحية؟ هذا محل خلاف، إن صلى فلا مانع وإن جلس فلا مانع، لتعادل الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، نعم. مع أن تحية المسجد ما هي واجب، سنة، ما هي واجب، حتى لو دخلت المسجد في غير وقت النهي وجلس ما يحرم عليك هذا، إنما تكون تاركا لسنة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بنا الإمام العشاء 5 ونبهناه فلم يرجع، فجلست أنا ولم أتابعه حتى سلمت معه، وتابعه بقية المأمومين، فما حكم صلاتي وصلاتهم؟
صلاتك صحيحة ما دام أنك علمت أنها زائدة، لا يجوز لك التابعة، جلوسك هذا متعين عليك، تجلس تسلم معه ولا تسلم لنفسك. وأما من تبعه من الآخرين فإن كان جاهلا صلاته صحيحة يعذر بالجهل، ما إذا كان متعمدا بطلت صلاته. إذا كان يعرف أنها زائدة ويعرف أنه ما يجوز المتابعة تبطل صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شارك الإنسان وتصدق بمبلغ يسير، إذا شارك الإنسان وتصدق بمبلغ يسير في أحد الأوقات الخيرية، فهل يعتبر ممن أبقى له صدقة جارية تجري له بعد موته؟ نعم، يعتبر بقدر ما دفع، بقدر ما دفع وما ينفع من هذا التبرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من علامة قبول العمل الصالح انشراح الصدر بعد عمله؟ نعم، هذا من علامات القبول، إذا انشرح صدرك وفرحت بهذا العمل استأنست به هذا الدليل على أنه مقبول إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ، من يريد الله أن يهدي أو يشرح صدره للإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طلبت صرف 500 ريال من أحد الإخوة فلم أجد عنده إلا 450 ووعدني بالباقي في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذا صرف، صرف لازم أن يقبض كل من الطرفين حقه كاملا في المجلس، فما يصلح هذا تأخذ بعضه وتأجل الباقي إلى وقت آخر، أما أنه يصبر لما تجيب له الحساب، وإلا أنك تروح لحد يصرف لك وتسدد له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مسجد من المساجد في ليلة ختم القرآن في رمضان أحضر الإمام وجماعة من المسجد أحضروا سحورا بهذه المناسبة وعزموا عليه المصلين بعد الصلاة، فهل فعلهم هذا مشروع؟ الختم وقت السحور، كانت في وقت السحور فلا بأس، طيب ما إذا كانت بأول الليل ما له مناسبة، جيب لهم عشاء، كان جاب لهم عشاء في أول الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي سيارة بالورشة وقال العامل سأصلحها لك ب3000 ريال وتنتهي بعد أسبوع، فقلت سأعطيك 500 إضافية لك أنت على أن تخرجها خلال يومين، فهل في فعلي هذا شيء وهل هو من الرشوة المحرمة؟ نعم، لا يجوز هذا، هذا عامل له راتب يشتغل بالراتب، يكفيه راتبه ولا تعطيه شيئا، تخرب على الناس الثانيين، ينتظر الرشوة من الآخرين أيضا وتخرب على راعي العمل أيضا، هذا لا يجوز. ثم لا يجوز الجمع بين العمل والمدة، يعني خلال 5 أيام 4 أيام ما يجوز هذا، لأنه قد لا يستطيع الالتزام بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت في هذا اليوم لأسدد رسوما في إدارة المرور، ووجدت هناك عند الباب من يقوم بتسديد هذه الرسوم عن طريق الصراف الآلي، فأعطيه مقابل هذه الخدمة أعطيه 20 ريالا. هذا ربا، هذا ربا، هو أقرضك بزيادة، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح صيام من نوى بالليل لكن أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس؟ لا، إذا أغمي عليه جميع النهار هو أنه يقضي هذا اليوم، لأنه ضاعت النية، ضاعت النية مع الإغماء. أما لو أفاق جزءا من النهار وقد نوى الصيام في الفجر، نوى الصيام في الفجر وأغمي عليه وأفاق بعض النهار، يصح الصيام لوجود النية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحد طلبة العلم ذكر في كلمة له أن صيام الست يمتد إلى رمضان القادم من السنة القادمة. ما شاء الله، هذا من عنده، هذا كلام من عنده، الرسول قال 6 أيام من شوال، حددها بشوال، ألا نتعدى هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: ما الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة؟ هل هو أسفل السرة؟ ما الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة؟ الصحيح أنه إن كان يحتاج إلى الاعتماد على يديه لمرضه أو لكبر سنه فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا يحتاج فالسنة أنه يقوم على ركبتيه، يعتمد على ركبتيه ويقوم، نعم، ولا يتشبه بالبعير، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثر تبرج النساء في الحرم وقد يصفون بجوار الرجال أثناء الصلاة، ونحن نعاني من هذه المشكلة في رمضان خاصة، يقول: ما الواجب علينا حيال هذه الظاهرة وما نصيحتكم؟ الواجب أنك تجنب الاختلاط مهما استطعت، تجنب الاختلاط مهما استطعت، وأيضا صلاة في الحرم مع الزحمة ما يتمكن الإنسان، أولا أن فيها ما ذكرت من الاختلاط والتأثم، وثانيا ما يتمكن من الصلاة على المطلوب والاطمئنان. يا أخي الحمد لله المساجد في مكة كثيرة وكل حرم والأجر واحد ولله الحمد، صل في المساجد الأخرى من مساجد مكة التي هي داخل حدود الحرم ولا تضيق على نفسك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أين يحرم من أراد العمرة أو الحج من أهل مكة؟ من أراد الحج يحرم من منزله في مكة من أهل مكة وغيره، أما من أراد العمرة وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، من التنعيم، من الجعرانة، من الحديبية، شميسي، من المهم من عرفة، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة، نعم، ولا يحرم بها من داخل الحرم، نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: إذا قدم شخص من خارج مكة إذا قدم شخص من خارج مكة في رمضان واعتمر من الميقات وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، فمن أين يحرم؟ مثل ما ذكرنا يخرج إلى الحل، يحرم من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخرجها مع أخيها لتحرم من التنعيم ولم يدعها تحرم من مكة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا علي صيام يوم من رمضان وأريد أن أقضي هذا اليوم، فهل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة مفردا له؟ إذا كان ما تستطيع الصيام إلا يوم الجمعة كون عندك أعمال وعندك، لا بأس، نعم. يقول فضيلة الشيخ: لأنك ما صمتها لأنه يوم الجمعة، صمتها لأنه قضاء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل لا يصلي الصلاة الصلوات، وعند ركوبه في سيارته يشغل المسجل على الأغاني بصوت عال، فقمت بالدعاء عليه والتحسب عليه، فقال لي أحدهم: إنه لا يجوز لك أن تدعو عليه وإنما أدع له بالهداية، فما الصحيح في ذلك؟ نعم، هذا هو الأحسن، أنك تدعو له، أول شيء تنصحه وتخوفه بالله، ثاني أن تدعو له بالهداية، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أغطي وجهي في الصلاة، أغطيه بالشماغ لأجل الخشوع؟ إذا كان أمامك ما يشغلك لا مانع أنك تغمض عينيك أو تغطي وجهك، أما إذا ما أمامك شيء هذا يكره، يكره أن الإنسان يغمض عينيه أو يغطي وجهه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يغفر للمذنب حتى ولو كان الذنب عظيما؟ هل يغفر للمذنب حتى ولو كان ذنبه عظيما كالشرك واللواط والزنا للمحصن؟ الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما بقية الذنوب التي دون الشرك فهي مظنة المغفرة إذا شاء الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك فهو مظنة المغفرة إذا شاء الله عز وجل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هل فيها مستمسك لمن يرى خلود أهل الكبائر في النار؟ لا، هذا خلود مؤقت، الخلود طول المكث، الخلود طول المكث،
قد يكون مؤبدا للكافر وقد يكون مؤقتا لغير الكافر. نعم. والأدلة الأخرى ما تؤخذ الآية ذي وحدها، يجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي تدل على أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا نأخذ دليل ونخلي الدليل الآخر؟ نعم، هذا من الأخذ بالمتشابه، ترك المحكم، هذه طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأذكار ورد في السنة أنها تقال مرة واحدة، فهل الزيادة على ذلك يعتبر خلاف السنة؟ لا، زيادة من الخير لا بأس، زاد ما في بأس. ذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، ولم يحددوا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمرت الأم ابنها أن يطلق زوجته فهل يجب عليه أن يطلقها؟ فإن لم يفعل كان عاقا؟ لا، إذا أمره والده أو والدته بطلاق زوجته من غير سبب شرعي فلا يلزمه ذلك. أما إذا كان لسبب شرعي، لكونها مقصرة في دينها أو كونها تؤذي والديها وحدهما، فيطيعهما في ذلك. أما بدون سبب وإنما هو شيء نفسي فلا يجوز، فلا يلزمه، ما يلزمه أن يطلق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من الإخوان نجمع مالا بيننا ونتصدق به بأن نصرفه في سبيل الدعوة في منطقتنا كرواتب للدعاة والحفظة. سؤاله: هذا المال إذا جمعناه وحال عليه الحول فهل فيه زكاة؟ لا، هذا أصله مصرف ومصرف الزكاة، فلا زكاة فيه. نعم. كل ما يعد للصدقة أو لمشروع خيري فلا زكاة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الشباب أجريت له عملية جراحية وظن أن الصلاة لا تلزمه حال مرضه فلم يصلي، فماذا عليه الآن؟ عليه القضاء، عليه التوبة إلى الله والقضاء بالترتيب، يقضي ما فاته من الصلوات بالترتيب، اليوم الأول والثاني، وتقديم الصلاة على ما بعدها يلزمه القضاء بالترتيب والمبادرة بذلك، وهو مخطي حيث لم يسأل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في السنة الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فهل ورد فيها في السنة تحديد ذلك بالأيام البيض؟ يستحبون أن تكون أيام البيض، وليس هذا بلازم. 3 أيام من كل شهر، من أوله، من وسطه، من آخره، كونها أيام البيض يكون أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تأتي وأن تذهب إلى العمرة مع مجموعة من النساء دون محرم؟ سفر لا، ما يجوز السفر بدون محرم، ما يجوز، لا مع جماعة من النساء ولا مع الحجاج أو المعتمرين في سيارة أو في طائرة، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جاء يريد الغزو وقال إن امرأته خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك، مع أنه مع جماعة من الحجاج ومع نساء، ومع هذا أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذهب المعد للزينة لكنه لم يستخدم منذ أكثر من 15 سنة، هل فيه زكاة؟ العبرة بالنية، إذا كان صاحبته تريده للزينة والمناسبات فليس فيه زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص كان يدخن فترك التدخين وقال يحرم علي الدخان كأمي وأختي، ثم عاد إليه، فما حكم تلك اليمين وما كفارة؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين، هذا بمعنى اليمين، يقصد به الامتناع من التدخين، وقد عاوده ونقض اليمين فيكون عليه كفارة يمين.
طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فهل يلزم مع غسلها أن يتوضأ الإنسان؟ إيه؟ إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فهل يلزم مع غسلها أن يتوضأ؟ لا، ما يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه، أما نجاسة الثوب أو البدن يغسلها ويكفي، ما دام لم ينتقض وضوءه يكفي غسل النجاسة. نعم. انتهى. الله.